طيب نروح لموضوع تاني. أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق ومكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بدء تنفيذ المرحلة الأولى من حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي حافلات المدارس خلال العام الدراسي الحالي اعتبارا من الأسبوع المقبل، ومن يثبت تعاطي للمخدرات سيتم أحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. طبعا قرار زي ده هو قرار مهم جدا، ليه؟ لأنه أطفالنا أمانة، أطفالنا أمانة، ولازم ناخد كل الاحتياطات علشان نقدر ان احنا نكون مطمنين عليهم. وده قرار مهم جدا من قبل الوزارة. معنا على التليفون الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. قرار مهم جدا يهم أولادنا للحفاظ عليهم وحمايتهم. تفاصيل أكتر عن أولا أعداد السائقين المستهدفين، وكمان يعني هيتم ده إزاي الفترة اللي جاية؟ الحقيقة طبعا بناء على توجيهات القيادة السياسية في هذا الأمر، والكلام ده كان منذ مارس 2019، إن احنا نقوم بإجراء الكشف المبكر على أولا العاملين بالجهاز الإداري للحكومة، وأيضا السائقين على الطرق السريعة، وكذلك السائقين للحافلات الدراسية. السنة دي كمان بنستزيد في سائقي الحافلات اللي خاصة بالجامعات المصرية، سواء كانت الخاصة أو العامة، وبالتالي فهيبقى عندنا الدايرة أوسع شوية. كذلك تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي، أيضا الإدارة العامة للمرور، وكذلك مصلحة الطب الشرعي ووزارة الصحة، وذلك لإجراء الكواشف الطبية بشكل دوري وبشكل سريع. وكمان عنصر المفاجأة ده مهم جدا. طبعا يعني احنا تم التنسيق في اجتماعات كثيرة جدا بيننا وبين وزارة التربية والتعليم، علشان أولا بنحدد الأماكن الأكثر استهدافا وكمان الأكثر تواجدا فيها، أو إن هم بيستخدموا فيها الباصات بشكل أكبر. وبعد كده هنبتدي الخطة بتاعتنا التنفيذية على مستوى الجمهورية كلها بالكامل خلال الترم الأول بالكامل. حضرتك شفت طبعا الحادثة اللي حصلت امبارح طبعا الحمد لله ربنا، يعني ربنا ستر. الحمد لله الحمد لله. يعني حضرتك لو لاحظت في الفيديو كمان كان في ولدين اتنين راجعين من المدرسة أو رايحين، فيعني الحمد لله ربنا عداهم ونجاهم من هذا الأمر. فده دلالة على ان لازم احنا نكون متواجدين في هذا الامر، وزي ما كنا موجودين السنة اللي فاتت احنا كمان متواجدين هذا العام. والحقيقة ان اثارت النتائج السنة اللي فاتت ان احنا كنا في بداية الحملة 12% من الاعداد اللي احنا استهدفناها كانت متعاطية للمواد المخدرة، مع نهاية الحملة نزلت لحوالي 2%. ولكن الناس بتفكر او بتعتقد ان احنا ان هي مجرد حملة وبتنتهي، أو إن هي مجرد نزول وبينتهي. لا طبعاً إحنا مستمرين، ومستمرين حتى لو على المدرسة الواحدة أكثر من مرة، لحد ما نتيقن تماماً إن المكان ده مش هيتعاطى أو إن هو مش هيرجع. وكمان عنصر المفاجأة ده مهم جداً، لأن محدش بيبقى عارف إحنا رايحين فين. حتى اللجنة نفسها وهي خارجة الصبح مش عارفة هي رايحة مدرسة إيه أو معهد إيه اللي هتكون متوجهة. طيب في حال بقى ثبوت تعاطي المخدرات، إيه العقوبة؟ الموقف التنفيذي يعني او الموقف القانوني اللي هيتم، بما ان دول بيتبعوا مدارس خاصه او مش تبع جهاز اداري للدوله، اولا بيتم تحويله من النيابه الاداريه، ده رقم واحد. قبل النيابه الاداريه على طول بيتم ايقافه عن العمل في المدرسه وسحب الرخصه بتاعته لفتره معينه. بعد كده بيتم تحويله للنيابه الاداريه لحين انتهاء التحقيقات من هذا الامر، والقانون نفسه بقى بياخد مجراه في هذا الاطار. يعني اما بالنسبه للعامل في الجهاز الاداري للدوله، على طول بيتم تحويله للنيابه الاداريه وايقافه عن العمل لفتره كبيره جدا لحين برضه انتهاء التحقيقات، ومن ثم تحويله للمعاش المبكر او ان هو يخرج عن الجهاز الاداري للدوله. كان في حملات قبل كده للكشف عن السائقين، احنا عايزين نعرف بالارقام النتيجه كانت ايه؟ الحقيقه ان حملات الكشف عن السائقين خلال الاعوام الماضيه اسفرت برضه عن تدني مستوى التعاطي. يعني احنا لما كنا مستمرين انخفضت نسبة التعاطي، وزي ما قلت لحضرتك كانت 24% على الطرق السريعة في بداية الحملات، وصلت ل 12 وال 10% كمان بقى في على هي مستمرة. لأنه في ناس، يعني احنا أول بداية هذه الحملة كنا متابعين
متابعين الموضوع وكان في اهتمام، ولكن الارقام بقى احنا يعني مش عارفين تفاصيل جديده متعلقه بهذه الحملات، ايه اللي تم، الارقام الجديده انخفضت قد ايه، فمن المهم ان احنا كمان نتابع هذه الامور يعني ويكون في اعلان عنها بشكل مستمر. ده صحيح، واحنا ان شاء الله هنجد حضراتكم بكل البيانات والارقام اسبوعيا في هذا الامر، لان طبعا الحملات اللي على الطرق مستمره، لان احنا في تنسيق كبير جدا بيننا وبين الاداره العامه للمرور في هذا الامر، وبالتالي احنا عاملينها بشكل مستمر. كمان احنا هنكثف الحملات في هذا التوقيت، لان الناس اعتقدت ان الموضوع انتهى او الموضوع خلص، هو مش موجود او ان ما عادش هيكون في حاجه زي كده، لا احنا متواجدين وهيكون في تكثيف قوي جدا في الفتره ده. هتبدا ان شاء الله الاسبوع، هي هتبدا الحملات المتعلقه بسائقي المدارس او الجامعات، هي هتبدا ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. الاسبوع اللي جاي من يوم السبت على طول باذن الله هنكون متواجدين على مستوى قطاعات كثيره جدا وفي اماكن مختلفه من انحاء الجمهوريه، ده المهم يعني. كل المدارس يعني يا فندم نتمنى ده، كل المدارس. كل المدارس، وكمان في حاجه مهمه جدا كمان بنوجه فيها اولياء الامور، حتى لو هم موجودين في مدرسه، يا ريت لو هم شاكين ان في باص معين او سائق لهذا الباص متعاطي المواد المخدره ومش عارفين يتعاملوا معاه ازاي، يتواصلوا معانا على الخط الساخن 16023. 16023 تمام، لان ده طبعا ده مهم جدا ان هم يوجهونا كمان ان مدرستنا فيها كذا كذا كذا، واحنا بننزل على طول بدورنا على هذه المدرسه. انا بشكر حضرتك واكيد هنتابع مع حضراتكم هذه الحمله المهمه جدا 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 للحفاظ على اولادنا من تهور، يعني مش طبعا مش بنعمم، ولكن من تهور بعض السائقين.